بسم الله. انا مش عارفه هي المشكله فيا او في الكحك، بس يعني مش عارفه، مش بحسه يعني، ولا ما بحسش بريحه السمنه او بطعم السمنه، بحسه خشن زياده عن اللزوم يعني. وماشي لو قلنا حتى هحبه خشن، بس يعني القطمه دي بتقفل الواحد يعني. انا عشان ابلعها شربت شويه شاي بلبن كتير عشان ابلع الكحكيه يعني. لا لازم يعني، لازم اللي بياكلها يكون مع جنبه حاجه، ميه بقى، شاي بلبن، اي حاجه عشان يبلعها. فمش ما حسيتوش يعني، ما حبيتوش بصراحه، عجبنيش العبد.